مع اقتراب العام الدراسي الجديد يشهد معرض أهلا مدارس المقام في أرض المعارض بمدينة نصر إقبالا كبيرا من المواطنين، ويقدم المعرض ولتستمر فعاليته حتى يوم 10 من شهر سبتمبر الحالي جميع مستلزمات الموسم الدراسي بتخفيضات تصل إلى 30% في الأقل. كعادته كل عام يجيء معرض أهلا مدارس ليحل جزءا من معادلة الأسرة المصرية قبل الموسم الدراسي، فالمعرض يحتوي على الأدوات الدراسية والشنط والأحذية والمواد الغذائية بخصومات يجدها الزائر أفضل من خارجه. في كل احتياجات المواطن، كل ما يحتاجه من الألف إلى الياء، وده شيء بيريحنا علي تحال. هي حاجات ما شفناهاش بره كتير، وفي نفس الوقت الأسعار أنا شايفها طبعا أحسن بكتير من بره، يعني مفيش كلام. خصومات 20% دي حلوة أو 30% حلوة، بالنسبة للمواطن بتفرق معانا كتير قوي. في فرق اسعار، يعني هنا اوفر لو بتاخد بالجمله، طبعا في هنا اوفر طبعا بكتير من بره. 100 عارض يتنافسون لتقديم افضل منتجات لديهم، 70% من هذه المنتجات صناعه مصريه تلقى اقبالا كبيرا من المواطنين. المستهلك بيجي يلم حاجته كلها من مكان واحد، لا بيلف ولا بيتعب. انت عشان تجيب شنط لازم تنزل عتبه، عشان تجيب ادوات كتابيه لازم تنزل فجاله، عشان تجيب مستلزمات اكل وشرب لازم تنزل حته تانية. لا انت هنا كله مع بعض، وفي نفس الوقت في وفر. ليه؟ اقل حاجه 20-25% خصم. منفذ بيع ليا كويس، حاجه كويسه جدا، يعني جات لنا في الوقت المناسب. ويستمر المعرض حتى 10 من الشهر الجاري، ويفتح ابوابه من الساعه 11 صباحا وحتى 10 مساء. أهم ما يميز معرض أهلا مدارس أن جميع احتياجات الأسرة المصرية للموسم الدراسي تقع جميعها تحت سقف واحد في فرصة متميزة للمواطن والعارض. أحمد بكير لتلفزيون المصري.